وسلم رئاسة الدورة الواحدة والأربعين للإخوة الأشقاء بجمهورية مصر العربية وللسيد الوزير خالد عبد العزيز. بداية أود أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر، ولقد تشرفنا اليوم بلقائنا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. هذا اللقاء الذي أكد أن مصر تثق في أهمية دوركم البناء في إثراء الحركة الشبابية والرياضية في الوطن العربي، حيث أنكم تحملون مسؤولية أمانة الشباب وتنمية مهاراته وثقل مواهبه وخبراته وبناء وجدان. السادة الحضور، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي المهندس زياد قريرة رئيس الهيئة التيسيرية للشباب والرياضة بدولة ليبيا الشقيقة على رئاستهم للدورة رقم 40 وإدارتهم بمقدرة وجهد متميز لهذه الدورة. ولقد تابعنا جميعا بكل حرص جميع الأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام المنتهي، وأكدت المتابعات الفنية على ثوابت واضحة في مجال العمل الشبابي والرياضي، أهمها قيام الدول المستضيفة للفعاليات باختيار البرامج الهادفة المتميزة والتنظيم الرائع وحفاوة الاستقبال وتوفير الإقامة اللائقة للمشاركين وتفاعل أعداد كبيرة من شباب الدول العربية في هذه البرامج. وقد عبرت هذه الأمور عن الصورة المثالية لما يملكه الشباب العربي من فكر وثقافة وحب لأوطانهم. وبالرغم من أننا نتفق جميعا أن جيل الشباب اليوم يختلف دون شك عن الأجيال المماثلة في العقود السابقة، فجيل الشباب الحالي يواجه فجوة كبيرة بين الواقع والتحديات تتأثر بها أمور مصيرية تتعلق بالهوية والتنوع الحضاري والتكنولوجيا والمخاطر الخارجية وبناء المستقبل. وهذه المتغيرات تؤثر في بعض مفاهيم الشباب وتخلق صراعا داخليا قد يؤثر بالسلب على أفكاره ومعتقداته. إلا أن الأنشطة والبرامج التي تنفذ تحت مظلة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ساهمت في تبادل الخبرات والثقافات، بالإضافة إلى التأكيد على تأصيل القيم والمفاهيم الصحيحة البناءة لخدمة الأوطان وتوضيح ما تبذله الحكومات العربية من جهود لبناء مستقبل آمن للشباب. وأننا على ثقة في قدرة شبابنا العربي الذي يمتلك ضميرا وطنيا سوف يساعده على اجتياز هذه المرحلة الصعبة. فكل الشكر والتقدير للدول العربية التي قامت بتنفيذ الأنشطة، وكل الشكر والتقدير للدول العربية التي حرصت على مشاركة وفودها في هذه الأنشطة، مما ساهم في أن تظل الصورة المنشودة لوحدة الوطن العربي أمام أجيال المستقبل من شبابنا العربي المتميز. وكل الشكر والتقدير للأمانة الفنية على جهودها في التواصل مع الدول العربية لاستمرار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري الخاص بالأنشطة في التوقيتات المحددة لها، مما ساهم في نجاح كل هذه الفعاليات. السادة الحضور، علينا أن نتكاتف جميعا في استكمال الرسالة النبيلة التي التزمنا بها بتوحيد جهودنا وإمكانياتنا وتكثيف الأنشطة العربية والتنوع في البرامج الهادفة وضرورة احتضان الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم وخلق ملكات الإبداع لديهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتوفير كل الخدمات لهم من خلال المنشآت الشبابية والرياضية. كل هذه العوامل سوف تساهم في نشر الوعي الفكري المتزن بين الشباب وضمان مشاركتهم في التنمية لصالح وطننا العربي. وفي الختام أؤكد لكم أن حرص وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية على تسخير كل إمكانياتها لأي عمل أو جهد يكون نتاجه تقدم وتطور وحماية الشباب في الوطن العربي بشكل عام. مرة أخرى نتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والامتنان والعرفان على الجهود الرائعة التي تبذلونها لخدمة الشباب والوطن العربي. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.